في حاجات بتحصل لنا في الحقيقة مستحيل عقولنا تصدقها. الحكاية ابتدت لما كنت واقف في البلكونة بالليل بشرب كوباية قهوة. الشارع كان فاضي مفهوش صريخ ابن يومين، وفجأة طلع لي كائن من تحت الأرض. كائن عملاق اسود شكله مخيف قوي، ده غير ان كان ليه قرنين صوت كبار. ومن ساتر ربنا ان الكائن المرعب ده اختفى على طول، او بمعنى اوضح نزل تحت الأرض مرة تانية. ولحد النهاردة معرفش إن كان الكائن ده جن ولا عفريت ولا إيه بالظبط.